عدن إلى واجهة الأحداث، فالعاصمة المؤقتة صحت على وقع هجمات متزامنة استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية وأمنية. في الساعات الأولى كانت سيارة مفخخة تستهدف مقر شرطة الشيخ عثمان شمالي المدينة، حين كان الجنود التابعون لإدارة الأمن يتوافدون إلى ساحة المبنى الواقع في حي عمر المختار لأداء الطابور الصباحي. انفجرت السيارة عند بوابة المقر ليسفر الهجوم بحسب الحصيلة الأولية عن مقتل 3 جنود وإصابة أكثر من 20 آخرين، البعض منهم جراحه بليغة، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات منظمة أطباء بلا حدود. الانفجار العنيف الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه تسبب أيضا بتضرر مباني الحي التي تبعد عن مقر الشرطة المستهدف بمسافة كبيرة. بعد نصف ساعة كانت الانفجارات تضرب معسكر الجلاء في حي البريقة الذي تتخذ منه قوات الدعم والإسناد القوة الضاربة في الحزام الأمني المدعوم من الإمارات مقرا لها. الانفجارات نجمت عن سقوط صاروخ بالقرب من منصة العروض بالمعسكر خلال تنظيم تلك القوات عرضا عسكريا احتفاء بتخرج دفعة من اللواء 11 صاعقة. ميليشيا الحوثي أعلنت سريعا تبنيها الحادث، وقالت على لسان المتحدث باسم قواتها العميد يحيى سريع إنها استهدفت العرض العسكري بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى. أدى الهجوم إلى مقتل 32 عسكريا على الأقل، بينهم قائد اللواء الأول في قوات الدعم والإسناد العميد منير اليافعي المعروف بأبي اليمامة، وهو من أبرز الرجال العسكريين في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. وبحسب الحصيلة الأولية فإن الهجوم أسفر عن إصابة العشرات من الجنود في أكبر خسارة عسكرية تتلقاها القوات المسيطرة على عدن والمحافظات الجنوبية منذ تأسيسها منتصف 2016.